اهلا بيكم، ازيكم يا حلوين؟ لو اول مره تشوفيني انا دينا ودي قناتي دي هوم. النهارده عايزه اوريكم اكتر من 20 منتج اقل من 100 جنيه في ايكيا وكلهم حلوين. لو عايزين تعرفوا ايه هي المنتجات دي واسعارها ايه تابعوا الفيديو للاخر وحطوا لايك للفيديو. هنصلي على الحبيب. يلا نبدأ عشان ما اطولش عليكم. اول حاجة الكوباية دي ب69 جنيه، جديدة هناك برضو بالتصميم الجديد والشكل الجديد ده، ممكن تكونوا منه يعني دستة عندك او نص دستة. الكوباية التانية دي برضو عاملة زي الكاس كده بس لها ايد تتمسك منها ب59 جنيه. الكاس الجميل ده، الكاس ده يعني الازاز بتاعه رقيق قوي وخفيف وشكله كيوت قوي. الكاس كان ب59 جنيه، انما الكاس بقى اللي جنبه اللي هو من غير ايد كان ب59 جنيه برضه. هو يعني هو طويل كده ويتحط فيه كمية كبيرة من العصير زي ما انتوا شايفين، او ممكن تستخدمي اي استخدام تاني. هنا الازايز، الازازة دي بالغطا بتاعها الاسود ده هي وسط يعني زي ما انتوا شايفينها كده، متاخدش لتر طبعا، تاخد اقل من كده. كانت ب69 جنيه. لو حابة الشكل ده من الأزايز ممكن تجيبي كذا واحدة وتحطيها في التلاجة، لأن استعمال طبعا الأزايز اللي هي البلاستيك الاستخدام ده مرة واحدة بس دي غلط جدا على الصحة. تيجي هنا عند الكسترات، الكسترة اللي هو الخوص ده الأولاني 89 جنيه، إنما الكستر اللي جنبه الأحمر ده ب99 جنيه. حطيهم على السفرة عندك بقى على قد عدد الأفراد، أو أقل حاجة ممكن تجيبي 4. نيجي للعلبة دي، دي حافظة طعام بتتحط في التلاجة، بس عايزة أقول لكم هي باينة كبيرة إنما هي قد كف إيدي، أصغر كمان، مش عارفة هي تاخد إيه بالظبط، ب59 جنيه. البرطمان ده 500 جرام، ياخد 500 جرام يعني من الحاجة اللي هتتحط فيه سواء سكر بقى أو أي حاجة، ب79 جنيه. حلو كمان الربر اللي فيه ده، بيحمي قوي، يمنع دخول الهواء، نفاذ الهواء للداخل يعني عشان ما يبوظش اي حاجه شايلاه فيه سواء مثلا مربى او عسل. وده الكبير بتاعه ب99 جنيه، ياخد حوالي لتر من السائل او كيلو من اي حاجه طبعا غير سائله. نيجي هنا برضو للازايز، ازاز الثلاجه برضو ب99 جنيه. الازازه الشفافه دي شكلها جميل قوي، دي اللبادة بتاعت المواعين، تصفية الأطباق والمواعين عليها، تتحط على جنب الحوض كده على الرخامة، تحطي عليها الأطباق بعد ما تغسليها تحطيها فوقها. لو انت ما عندكيش صفاية بتاعت مواعين، في منها الأسود والكحلي والأخضر، في منها كمان جراي بس ما لقيتهوش في فرع كايرو فيستيفال المرة دي. الواحدة كانت ب99 جنيه، عايزة اقول لكم انها خطيرة وجميلة. انتي لو حابة حاجة زي دي ابنصحك انك تشتريها، لان انا اشتريت الرخيص بصراحة لما اتغسلت الاسفنج اللي جواها اللي بيمتص المية كلكع كده وبقى مش حلو خالص، لكن النوع ده كويس جدا هينفعك قوي. ده بقى الستانلس، ده حامل مناديل اللي هي المناديل بتاعة المطبخ، يتحط كده على الرخامة عندك وتحطي فيه المناديل لو انتي حابة يعني الشكل ده. دي فوط المطبخ الشهيرة بتاعت ايكيا، بيبقوا 4 كده مع بعض ب99 جنيه. في منهم الكروهات المربعات، وفي اللي هو مخطط طوليا كده، وفي عرضيا، هي اسود في ابيض بس مفيش الوان تانية، و4 مع بعض. هنا الطقم بتاع التوابل ده بتحط فيه التوابل، بيبقوا 4 مع بعض ب89 جنيه. في ناس بيشكروا فيهم وفي ناس لا، على حسب انت استخدامك، لان هم ما فيهمش الاخرام اللي بترشي بيها، هي لازم تحطي فيها معلقه وتاخدي الكميه اللي انت عايزاها كانها برطمان بالظبط. انا ما جربتهاش، جربت التانيين، ان شاء الله يقابلونا واوريها لكم. هنا بقى كوسترات خوص بالشكل ده كده، مستطيله هي غير المدوره اللي شفناها، او حصير، يا ربي ده حصير ب79 جنيه. لو حابة الشكل ده يعني. ده بقى قطعتين غيار مع بعض للموب بتاعت ايكيا، القطعتين الغيار مع بعض دول ب79 جنيه، لكن الموب نفسه الابيض ده انا ما لقيتش عليه سعر، حاولت اعرف ما لقيتش عليه اي سعر خالص، هو لوحده كده، انما قطع الغيار هي اللي ب79 جنيه، وعادة بيبقوا 2 مع بعض. ده الماسك بتاع الطباشير بتاع السبورة،
بيتحط فيه الطباشير ويتمسك فيه بيه، يعني قلم. تمام، القلم بتاع الطباشير ده ب79 جنيه. هنا بقى البراويز الجميلة دي اللي الإطار بتاعها أسود وعريض شوية، شكلهم شيك قوي، عجبوني جدا. كان الواحد تقريبا 79 جنيه. انت لو حابة الإطار عندك يبقى أسود يبقى هو ده قوي، هيبقى حلو قوي يعني معاكي في الصور بتاعتك، ترصيهم بقى جنب بعض كده ويبقى شكلهم لذيذ. دي كانت في المكان بتاع الشموع، تقريبا ده طبق شمع جديد لسه نازل عندهم ب99 جنيه. نيجي هنا برضو للزهرية، دي زهرية ب99 جنيه، شكلها برضو جديد، هي جديدة وشكل جديد، ممكن طبعا تستخدميها استخدامات كتير عندك في المطبخ حتى، يعني ليها استعمالات كتير بالشكل بتاعها المميز ده. نيجي هنا للشموع، الشموع غالية شوية عندهم، دي الشموع بالفانيليا، 30 شمعة زي ما انتوا شايفين كده، ب99 جنيه. في طبعا عطور تانية، يعني روايح تانية دي بالفراولة، 99 جنيه برضو، 30 شمعة، وبيقعدوا 4 ساعات، يعني الشمعة الواحدة بتقعد 4 ساعات. بالنسبة للـ4 شموع دول من غير ريحة، يعني مفيهمش اي روايح خالص، ب99 جنيه هما الـ4، بس بيقعدوا عندك فترة طويلة. برضو هنا نيجي للنباتات، نبات البوتس ده كان ب55 جنيه، الشكل اللي انتوا شايفينه ده. في طبعا نباتات تانية بس طبعا كانت اغلى من 100 جنيه. ده نبات صناعي، الاولاني كان نبات طبيعي، ده نبات صناعي بالشكل ده كده، بس هي البوت في ايدي كان صغير على فكرة، هو باين هو كبير بس هو صغير، ب79 جنيه البوت الواحد منه، شكل جديد برضو. هناك الكوبايات دي يعني هي واسعة من تحت كده وضيقة شوية من فوق من عند الحواف، دي بتاعت عصير، الكوباية الواحدة ب69 جنيه، الإزاز بتاعها رقيق قوي قوي كده وضعيف شوية. المجات دي شكلها جميل قوي كده، هي مربعة كده من فوق مش بيضاوية، المج الواحد منه كان ب59 جنيه. المجات التانية الشهير بيها ايكيا ما نزلتش، ما شفتهاش خالص، الفوط الصغيرة دي يعني هي بالنسبة لي صغيرة بالنسبة لسعرها، هي رقيقة قوي يعني هي ضعيفة مش سميكة، ب59 جنيه الفوطة الواحدة. دي مخدات فايبر بس ضعيفة شوية، يعني مش مليانة زي ما انتوا شايفين كده، نزلتها من على الرف، شايفين يعني هي رفيعة شوية كده، ملهاش سمك جامد. عموما المخدات الفايبر ما بتبقاش صحية للرقبة يعني في النوم عليها. والخدادية دي كان تمنها 79 جنيه للخدادية الواحدة. الطاجن البايركس المربع ده تقيل جدا وشكله كويس قوي، يعني ينفعك قوي، يعني ب79 جنيه ينفع مثلا لعمل اي حاجة فيه لـ4 افراد. تعملي فيه بقى مكرونة بشاميل، تعملي مثلا طاجن تورلي في الفرن، هينفعك قوي، لذيذ جدا لأي واحدة في بداية جوازها. دي برضو زهرية او فازة ب59 جنيه، الحواف بتاعتها من فوق كده واسعة ومن تحت ضيقة شوية، بيتحط فيها ورد مجفف في الغالب، يعني هو بيتحط فيها ورد مجفف، ممكن تحطي فيها اللي هو الزلط الملون ده، بيبقى كديكور حلو قوي. نيجي هنا برضو للبرطمانات دي، برضو برابر بس شكل تاني، ب89 جنيه البرطمان ده، تقريبا ياخد لتر الا ربع من السائل او المواد الجافة، يعني 750 جرام من المواد الجافة. نيجي هنا بقى للصفايات بتاعة المواعين، صفاية الأطباق بتاعة أيكيا برضو الشهيرة دي، هي بتتباع لوحدها كده من غير الطبق اللي بيتحط تحتها، لوحدها كده السعر بتاعها كانت ب79 جنيه، هي واسعة وتاخد أطباق كتير وبيات ومعالق كتير. ده بقى الطبق اللي بيتحط تحتها بيتباع لوحده برضو ب89 جنيه، فشوفي بقى انتي لو هتاخديها هي لوحدها او هتاخدي الاتنين مع بعض
فبراحتك يعني. في بياخدوا الطبق اللي تحت ده وبيستخدموه كصينية، صينية تقديم، بس انا مرجحش كده ابدا لانه هو مش هيستحمل حاجة عليه. كمان شفاف، ما ينفعش يبقى صينية ابدا. كان ب89 جنيه. دي خدادية بتاعت ركنة أو أنتريه ب89 جنيه، بس هي مفضية شوية يعني، هي مش ما فيهاش فايبر كتير قوي وخفيفة جدا. سعرها كان 89 جنيه، متهيألي ما تستحقش السعر ده. في أرخص منها بيبقى مليان كمان فايبر. العلبة دي بتستخدم كمنظم للبقوليات ب99 جنيه. هي أكريليك والغطاء بتاعها بلاستيك فأكريليك، وبتتفتح من الجنب كده، تصب منها البقوليات اللي جوه عدس او اي حاجة. دي الشماعات البلاستيك، ال10 شماعات ب59 جنيه. شماعات باللون الاسود كده، هي خفيفة شوية او مفيش الا اللون الاسود ده للبلاستيك. الاطباق البلاستيك عندهم الكوبايات، البلاستيك بتاعها جميل جدا وصالح جدا طبعا للاستخدام. تستخدميه لأطفالك وتحطي فيه الأكل أو أي حاجة يعني في البيت، مش مشكلة ليكي أنتي. مثلا 6 كوبايات بألوان مختلفة ب69 جنيه، و6 أطباق برضو بس غوي يعني غويت شوية الطبق ب69 جنيه برضو. هنا الباكت بتاع المناديل بتاعهم ب79 جنيه، بس فيه كمية كبيرة جدا أهو زي ما انتوا شايفين. ده لو انتي عندك، لو انتي عندك الحامل بتاع المناديل بتاع ايكيا نفسه، المناديل دي بتتحط فيه. البرطمان ده بقى جميل جدا ولذيذ ب69 جنيه، كبير بياخد كمية كبيرة وشكله مميز كده زي ما انتوا شايفين. لو حابين بقى الشكل وكده، ده بقى نفس الشكل بتاع البرطمان الصغير اللي انا قلت لكم عليه بتاع التوابل، بس ده كبير شوية. يعني تستخدمي عندك حاجة للخزين، عندك كمية كبيرة مثلا من الرز، من الدقيق، من العدس، اي حاجة تخزني فيها دي يعني، اي نوع من انواع الدقيق، كل حاجة هينفع فيه. شكله جميل قوي. انتي لو عايزة يبقى عندك اشكال حلوة للبرطمانات، غير كده اي برطمان عادي بتاع اي حاجة عندك ممكن ان هو يفي بالغرض. لو حابين تشوفوا فيديوهات منتجات ايكيا اقل من 50 جنيه، انا عاملة قائمة تشغيل فيها كل فيديوهات ايكيا، وعاملة فيها فيديو اخير لسه اول امبارح. لو حابين تشوفوه ادخلوا قائمة التشغيل وشوفوه، وان شاء الله في فيديو كبير وحجاوب فيه عن كل الاسئلة اللي جات لي عن ايكيا واسعار ايكيا في جولة قادمة ان شاء الله في ايكيا. فخليكوا دايما مع ديهم وشوفوا كل الفيديوهات الجديدة فيها. لغاية ما اشوفكم الفيديو الجاي على خير، خلوا بالكم من نفسكم. باي باي.